ومرحبا بكم من جديد. زادت الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم خبز بالزيتون، إليكم المقادير. نبدأ على بركة الله: حليب دافي وربع زيت، شوية زيتون، حبة بيض، مغرف سكر ومغرف خميرة، ربع مغارف هنايا فارينة. نبدأ ضربك، نديرو نخرج هاد المكونات. نبدأ بالمرحلة الأولى، نديرو هنا الكاس تاع الحليب، ونزيدو مغرف خميرة ومغرف سكر، ونزيدو معاهم، نزيدو هنايا ربع مغارف فارينة، نخلطوهم كاع، نخلو تا تتفاعل الخميرة، نخلوهم واحدة 15 دقيقة باش تتفاعل هاد الخميرة، نغطوها ونخلوها. هاي الخميرة تاعي تفاعلت، نقدر دروك نديرو هنايا كاس ماء دافي، بياض بيض، ربع كاس تاع الزيت، نزيدو زيتون مقطع، نخلطو كاع المكونات، والصفار راني احتفظت بيه، صفار بيضة احتفظت بيه من بعد نسحقه نطلي بيه، نزين بيه، نديرو دروك الفارينة، نبغيو نديرو فارينة، عندي فارينة، نولي ندير بشوية، نزيدو الملح، مغرف صغيرة تاع ملح. نعجنها مليح، ما نيبسوش العجينة، خلوها شوية طرية تاعي، نميتها دوك نديروها ترتاح ومن بعد نولي لكم. العجينة تاعي راهي خمرت، نقسمها ندير زوج خبزات، نخبزها ونحطها في الصيني، نقرصها مليح، نحطو كاس هنا، ديرو كاس، نقطعو بالكوبات هنايا، نزيدو هنايا. نزيدو نقطعو هنا، نكتبو هنايا هادو زوج، نلاقوهم مع هادو هاكا، نزيدو هادو هاكا، نديرو غير نلاقوهم هاكا، هادي تاني من النهار، نلاقو غير جوانب. صفار البيض ودرت فيه شوية قهوة، وندهن هادو قاع تاوعي. تنا الخبز الدهنة
ديري هنايا درت حبة طيبة ولا سانوج ولا جلجلان، وهنايا ندير الزيتون، خاطش مين مصنوعة دايرة فيها الزيتون، درت الزيتون خلوها شوية تخمر ومن بعد تاني ندخلوها للفرن. وهو هاد الخبزة الزاوجة، دوك ندير لكم الزاوجة هادي تاني، ندير لها الخدمي، نزيدو هنايا نديرو الفرماج، تكمد ميت درت الجبن هنايا، دوك نديرو البيض نطلوه، وهنايا نديرو إلا بغيتو ديرو الزيتون ديرو، ولا بغيتوش ديرو الساندويتش هذه، نخليهم يخبروا وندخلهم في الفرن، من بعد نرجعوا لكم ان شاء الله. الخبز راه وجد، صحة فطوركم والى الملتقى ان شاء الله في وصفة اخرى.